ما تعانيه بعض مناطق المحافظة من خروقات أمنية متكررة بين فترة وأخرى، يثير القلق والخوف لدى أهالي المحافظة الذين طالبوا بتكثيف الجهد الاستخباري وتعزيز القوات الأمنية، مؤكدين بأن هنالك جهات تقف خلف هذه الخروقات التي لا تريد الاستقرار الأمني لهذه المناطق، لا سيما مع قرب الانتخابات. الخروقات الأمنية قلتها وأقولها، الخروقات الأمنية متكررة في قاطع حوض حمرين. السبب يعود لمساحة المساحة الكبيرة في حوض حمرين وسلسلة جبال حمرين دائما تأثر على الوضع الأمني في المنطقة. طبعا هناك قلت لك أكو حشود موجودة، حش الشعبي، حش عشائري، جيش، شرطة، لكن هذه الحشود لا تكفي لسد هذه الثغرات. مع العلم توجد حشود عشائرية، لكن هذه الحشود العشائرية تابعة لجهات معينة. خروقات واضحة أمام الناس، يعني أمام الجميع، إذا إعلام، إذا تجي المنطقة موجودة الخروقات، يعني أسبوعيا، مرات بالأسبوع مرتين تحدث خروقات أمنية. معالجتها أكيد المعالجة المفروض تكون الحكومة، المواطن إيش بيده؟ يعني ساري كمواطن ما أقدر إذا أخلي بندقية بالبيت أكون إرهابي وأكون بعثي وأكون داعشي وما أعرف، يعني لا تقدر تحمي نفسك ولا الحكومة تقدر تحميك، بل هي أصلا ما تقدر تحمي نفسها. يعني بنشوف هسه قبل أسابيع يعني من تعرض السلك العسكري الجيش، حرق همرات ومدرعات ووزارة الصحة راح بها عندنا همنا صديق، يعني فاحنا نشوفها زين هي من وين تقدر تعالج؟ تعالجها من خلال القوات الأمنية، تكثيف الجهد الاستخباراتي لازم يعني يكون أقوى. بس أنت ما تعرف بالأخير، أنت ما تعرف، يعني احنا ما جاي نعرف شنو اللي، بس اللي واضح أمامنا هي هذه المنطقة مستهدفة، يعني من أكثر من جهة، منطقة مستهدفة سياسيا انتخابيا. فيما أكد أعضاء مجلس النواب عن محافظة ديالى بوجود خلايا نائمة وصراع سياسي وعصابات مسلحة تعمل على إرسال رسائل رعب للمواطنين قبل الانتخابات. هناك خروق أمنية في المناطق المحادية للمدن مثل حمرين ومناطق أخرى في المناطق الوعرة، لا يخفى على الجميع بأن هناك خلايا نائمة من داعش لحد هذه اللحظة، لا يخفى أيضا بأن هناك صراع سياسي وهناك مسلحين وهناك ميليشيات تعمل على إيصال رسائل رعب إلى المواطنين ما قبل الانتخابات، ودائما ما عندما تكون هناك انتخابات يكون هناك اختلال في الوضع الأمني. الصراعات السياسية والخلايا النائمة وتواجد العصابات المسلحة أهم الأسباب في عدم الاستقرار الأمني، والضحية الأولى هي المناطق التي تعاني من خروقات أمنية متكررة بدون حلول. من محافظة ديالى، حسن الشمري، التغيير الفضائي.